صباح الخير، صباح النور والفل والياسمين على الزوينات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ احوالكم؟ ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وحبابكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله غادي يكون مليء 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 بالحماس، بالحداقه، بالتنظيم ان شاء الله، خصوصا ملي كنقولوا قضيه فيها عراضه مغربيه معتبره دايزها الكلام. غادي ندوز كما قلت لكم ان شاء الله بزاف واحد المساله. بزاف ملي كيقولوا عراضه كيقولوا ناري الروينه، كندير نجري داك الامور كامله باش نقاد ونقي وننظم وندير البخور وندير الطياب والروينه والكوزينه والمعن، يعني كيترونوا. وهذيك انا يعني الا رجعتوني واحد السنين للوراء كان غير كنسمع الضياف غادي يجيوني كتشدني الخلعه من رجلي، يعني كان ما كنتش نعرف نجري الوقت، وكبعض المرات تحرق ليا الماكله، كنسى شحال من حاجه، كندخل كنلقى راسي تبديت نطيب كنلقى راسي شي حاجه نسيت ما تقديتهاش، خاصك تهزي الطوموبيل تمشي تجيبيها، يعني كتروني بالمعقول. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كما نقولوا كواليس كامله ديال تحريض واش قوليش بغيتي مشي تحريض تحضير عراضه ان شاء الله من ا زد، كيفاش كنوجد الامور، كيفاش كاين شي حويجات نوجدهم على تساع باش ما نترونوش نهار التوجات العراضه. المهم غادي ندوز. انا بديت اليوم، بديت الصباح يا اختي بكري، فقت قديت بزاف شحال الحويجات. دابا عاد غادي ندوزو، باقي يلا غادي ندوزو حنا الفطرو. ابراهيم نهار فاش كتكون عندي عراضه هو اللي كيتكلف الفطور، زعما راه كيدير معايا مزيان. بارك الله على السي الحاج ديالنا دائما خدام، ها نتوما، ولكن اللي حاضر بقوه دائما واللي هو الاومليت، البيض 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 صراحه ابراهيم خاصهم يعطوك شي جائزه دوليه على تشجيع هذا المنتوج هذا العظيم. الجمعيه الجمعيه ديال دوك الفارمرز اللي مكلفين باش يشدوا البيض، خاصهم فراي واريد لهم واحد سبونسرشيب اللي تكون كبيره. ولي صيفطوا لنا البلاطو وتفابور. بقيت نعجب فيه نعجب فيه نعجب فيه حتى دابا وحلت بقى ليا ما عرفتش بقى ليا، خاصني نقلب على شي حاجه اخرى. بات لكم شي طريقه اخرى البيض عافاكم ديشي دولا علمونا الله يحفظك يا ولدي. دونك يتقاضوا لي الافكار ديال البيض. المهم انتم الله يعطي الصحه كيف العادي ما العصير ديال الافوكا بالمسائل ديالو درتو بالليمون. تبارك الله درتو عصير الليمون وصافي خلاص. هنايا هاد الباكلز هادو زعما اللي خطاك علينا لا جميل جميل. المهم مادام ماشي انا مصايبه انا قابله بكل شيء. دابا تيبغي تساندوش واحد واحد الله يجعل البركه. واحد اليوم حاس براسي في واحد الهيمري. عندك عراضه وحاس بالهمري زعما كتستعد ولا شنو؟ لا عرفتي زعما دابا انا العكس ديالك، فاش كتكون عندي عراضه ما كيجينيش غير الجوع، زعما الا كون ماشي تصايب هكا الفطور كاع من ناكل. والله ما تاكليش شكون اللي بزز عليك بالبلا نصايب، حيت راه ناكل جوج بلا نصايبك ديالك زعما كنكون مسقومه. كما كتعرفوني دائما في العراضات والضيافات ديالي عزيز عليا نستقبل الضيوف بالتمر. المهم الا كانوا اول مره غادي يجيو عندي راه كندير التمر بالحليب بالزهر، ولا كانوا دائما كيجيو راه كتستقبليهم بالتمر. المهم فاش كيتجمعوا هكا في الصاله قبل ما تسربي الماكله كندوز هكا بلاطو التمر ولا نوكا ولا شوكولا. المهم لا قسم الله هاد المره هادي استعنت بصيبتي، واش انا انما استعنت بلالا بشرى الله يعطيها صحيحتها، واحد الانسانه اللي فرحت بزاف بمعرفة ديالها، مبدعه 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 تبارك الله. شوفوا ليا المهم كومونديت عليها هذا البوكس، ولكن دابا غادي نحلوه غادي يبان لكم بوكس معمر بالاشكال والانواع ديال الشوكولا. هنايا الطويجين ديك الساعه بسميتو بالورد ديالو الطويجين بلدي، ولكن ما غاديش نوقفوا هنا. شوفوا ليا المفاجاه، شوفوا 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 ليا الابداع. المهم هادو ديال التمر تاع المجهول معمر باشكال وانواع، كاين اللي معمر باللوز، كاين اللي معمر بالقرقاع، كاين اللي معمر بالطارتينات ديال هذا ديال البيستاش. شوفوا لي كيفاش دايري، كاين اللي معمر بالكوك اهم حاجه هو الكوك يركزوا لي عليه. المهم هذا حتى هو بالحشوه ديال الكوك ومفند في الكوك. المهم داكشي واعر هادو باللوز، المهم بالشوكولا بالكاكاو اللي بغيتو كتقدر تصايبهم ليكم على حسب ذوقكم. وهادو بالعجين ديال سميتو كيجيو بحال حلويات، انما هما راه تمر البنات. كاين هذا عاوتاني دارت ليا هذا بالكوك، مو محضرات لي الكوك اهم حاجه هو الكوك. هادو باللوز حتى هما فنين. انا اللي حمقني هو انا شفت لاباج ديالها بان ليا عندها التمر ولا هذا، ولكن ملي كتليفري لك كتجيبو لك بحال الطريقه اللي مميزه على حسب انت اشنو بغيتي بالضبط. واهم حاجه انها كتليفري، يعني داروا ليا لا ليفغيزون كتليفري لكندا كامله والامريكا، يعني فين ما كنتو
كتقدر تليفري ليكم ويجي زوين حتى كادو هكا. شي وحده يلا ولدات بغيتي تصيفط ليها شي كادو، شي وحده يلا عندها خطوبه عندها زواج ولا هذا ولا الدخله ديال الدار، تقدري دي هكا في يدك تزيدي عليه شي وريضات وتدخلي هكا بتحميره الوجه. المهم اش غادي نقول لها؟ الله يعطيك الصحه. وانا فرحانه اليوم حيت غادي نقدم هذا البوكس هذا في الدخله ديال الضيوف ديالي، وحنا باقيين هضر ماشي كادو غتكتشفوا معايا، لان تبارك الله اخصائيه في جميع انواع ديال السلو على حساب نتوما شنو باغيين. باغيين السلو البلدي العادي ديالنا المغربي، بغيتو الا كنتو متبعين الريجيم ديال الكيتو كتصايب السلو ديال الكيتو، السلو ديال الكراميل، سلو سونتي. المهم كاين اللي كديروا مثلا اللي بغيتو مثلا سلو سونتي كتقدر تجمعوا لكم بدقيق القمح ولا دقيق الشوفان ولا بالدقيق ديال اللوز، يعني على حساب نتوما شنو بغيتو. بحال دابا هذا دارتو ليا بالكراميل كما تشوفوا راه هو الكراميل، وجوك خويا هذا هو اللي دارت ليا فيه يمكن دقيق الشوفان. كاين واحد هذا الكيتو جمعاتو بالدقيق ديال اللوز بودره اللوز، وهذا سلو البلدي ديالنا. المهم القريعات وداكشي الله يعطيها الصحه، كيعجبوني انا العيالات تبارك الله اللي كيقلبوا على راسهم فين كيشوفوا راسهم وكيحاولوا يديروا واحد اللمسه ابداعيه ويبداو يخدموا. المهم انتما باش نقربهم ليكم تشوفوا كيفاش كتجي تبارك الله هاد البواط، هادي مصمقه ومسوله وتبارك الله داكشي كيشهي. وهادو هما الانواع ديال السلو كما تشوفوا، كل واحد دايره لي مثلا هذا هو اللي قلت لكم بالشوفان، هذا بدقيق اللوز. المهم كما تشوفوا تبارك الله داكشي غزال. المهم غادي نحاول نخلي لكم لي كوردوني ديال اختي بشرى، بغيتو تتواصلوا معاه. واهم حاجه وصيت عليها قلت لها شوفي اللي جا مجيتي ان شاء الله تكون عنده واحد التخفيض، قالت لي مرحبا اختي انتصار على الراس والعين. المهم 10% اللي غادي تكون عندكم تخفيض لاي وحده مشات قالت لها انتصار ان شاء الله تكون عندها تخفيض. وصحتكم وراحتكم مسبقا. انا صراحه بغيت ندشن هادشي ولكن بغيت ان شاء الله تيجيو الضياف ويتجمعوا باش تبقى ديك البواطه هكاك محدقه، وخا صراحه هادشي لا يقاوم. هنايا واحد الطويله بين الطويلات والبلاطوات اللي كيحمقوني، واللي هو ديال هاد البريريد هذا اللي كديري فيه الشميعه وكيبقى يطلع الريحه زوينه. المهم هذا حطيته هذيك الطويله وخلاص. الحويجات بعض المرات اللي كنحقروهم هما اللي كيقدروا يتلفوك في نهار العراضه، واللي هو داكشي تاع الكيسان المواعن وداكشي. فانا كنفضل دائما الليله قبل نوجد كلشي يكون قدام عيني، كاع داكشي اللي انا عارفه راسي غنقدر نحتاجه. المهم خلاص هنا قريعه الماء والمناضه العصر داكشي كلشي لا ديري في الثلاجه، المهم كلشي كيكون موجد عندك. لهنايا الكويسات هاد السليله هادي ولا هاد الشبيكه اللي قديت فيها المعالق الفراش داكشي باش كنهزو الماكله حتى هو غسلتو ونشفتو. الطبيصلات هنا الطبيصلات ديال تقديم الاطباق ان شاء الله اللي غادي نقدم في العراضه. هاد السوبور هذا ولا هاد ستاند هذا ديال الكيك اللي غادي ندير فيه الكاطو ان شاء الله. وخلاص على راسهم الصوينيه اللي ممكنش نفرطو فيها، حتى هي غسلت الكيسان ديالها مسحتهم وجرت البريردات بجوج ديال الحلو وديال المسوس. المهم باش كل واحد راه كديري لي خاطره كلشي كيكون موجود عندك. المهم صافي هانتوما كلشي الحمد لله واجد. وكيف ما كتعرفوني دائما ملي كتكون عندي عراضه وضياف جاييني ضروري كنبغي يعني نحضر واحد الطبق ديال التبخيره اللي كنبخروا بها الدار قبل ما يوصلوا ضيوفنا، نخليو فيها ريحه زوينه ونحيدوا هذيك الريحه ديال الضياف. المهم كل مره نخدم بلارجونتي مره بالدوغي. المهم هذه المره خديت هذا سوينيا هكا ديال المرايه في الدوغي، وباش نمشي في التيم كله يكون دوغي. المهم خديت هاد البواط هادي اللي درت فيها السرغينه، هادي غالبيه ما كنبخرش بها بزاف، غالبيه كنحاول نعتمد على العود. المهم درت هنايا العود، غادي نديرو هنايا مريشه. المهم هادي فيها الزهر، كلي مثلا جايين عندك اول مره ما فيها باس ترشي عليهم شويه الزهر في يديهم كاستقبال ليهم. وهنايا كاين هذا ديفيزور هذا ديال كيطلق الريحه زوينه حتى هو. المهم غير هذا مره كنحاول كل 3 ايام ولا 4 ايام كنقلبوا هاد العويدات هادو باش هذيك الريحه كتبقى تدور. وخلاص مبخره ديال العوينات البخره كتضحكني اكثر ما هي كتعجبني وكتضحكني بهاد العينين هادو. المهم البخره ديالي حتى هي غادي نحطوه هنايا وصافي، غادي يكون هذا هو البلاطو مشكل. المهم كل مره اش كنديروا مره نديروا فيه فاس صغيور اللي عندك، المهم كتخدمي به. المهم يكون واحد البلاطو هكا ديال التبخيره، وهذا هذا الكليب هذا نحطوه هنايا.
وهنايا الدوازاتي غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نوجد واحد الطبيقه ولا واحد الطبيله برجيلاتها كتجي زوينه هكا في الحطه ديال الاتاي. غادي نقادها كلها بمكسرات والفواكه المجففه. المهم انا هنا غادي نخدم باللوز الكاشيو المشمش المجفف هو والكيوي والاناناس هما اللي مجفين. هنا عندي الزبيب والبيستاش، عندي هذا البنان هذا حتى هو اللي كيكون مجفف. هاد البريزلز هادو حتى هما كيجيو زوينين كيعطيو واحد المليوحه زوينه كيفاش كتخلط معاهم. المهم جيت هسه كنقاد ها هو الفال ديال العراضه حتي بقات فيا بحال اش البنات. هادو هزيتهم بغيت نقلهم واحد البلاصه اخرى مع كنت حاطاهم هنايا حدا التلفازه عتي تزهقات ليا من يدي تشخ ترست ليا. شوفوا شوفوا حبه 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 ايوا الفال ضروري. ما عرفتش واش حتى نتوما كتوقع لكم فيما تكون عندي شي عراضه سبحان الله العظيم كنت شي حاجه يا اما تحرق يا اما تهرس. المهم بقات فيا والله العظيم الا بقات فيا. شوف المهم غادي نمشيو دابا نجبدو لاسبيراتور نحيدو هاد الشيء دابا. المهم ها نتوما مشات والله العظيم الا ما فهمتش كيفاش تتزبقات ليا من يدي. ما يمكنش يرميها هكا نيشان، هادي كندير ليها نديرها فشي كارطونه ولا شي حاجه ورميها بوحده، لانه الغلط اللي كيديروا بزاف كيرميو الجاج نيشان فمساكن فاش كيجيو هذوك عمال النظافه كيبغيو يهزوا دوك لي ساشي ما كيعرفوش شنو فيهم. بعض المرات يقدر يضغط عليها ويكون فيها زاج ولا حديد ولا شي حاجه ماضيه وكتقدر تضرب ليهم يديهم مساكن، فما فيها باس يعني بحال هاد الامور هادو ردوا احتياطنا ليهم ديروهم في كارطونه ولا نديروهم شي حاجه اللي تكون بوحدها باش ما تضريش العمال النظافه بها. دابا غادي ندوزو للساس والاساس. ملي كنقولوا يلا للعراضه ولا ضيافه مغربيه كنقولوا كل سيده تبارك الله كتبدا بطريقتها بالبيدجي ديالها وعلى قد مجهودها، ولكن القاسم المشترك اللي كيكون عند بزاف واللي هو واش يكفيني الوقت، ما عرفت واش الا درت هذه ما عرفت غادي نتستريسا التماره الروينه الماعن الكوزينه، يعني ما كتعرفش ديال الوقت خصوصا المبتدئات اللي يلا بداو كيستقبلوا الضيافه كيخلعوهم. فاش غادي نقول لكم انا الطريقه اللي كنعتمدها واللي هو تقريبا نقدر نقول لكم عليه 80% ديال التحضيرات تاع داكشي اللي غادي نطيب كيكون ديجا مسبقا موجد. يعني فاش كتكون عندك ضيافه راه ضروري كتفيقي بكري، تقدري اول ما تحلي عينك باقي ما فطرت ما حتى شي حاجه كندوز كنحيد عليا كاع داكشي اللي غادي يشد ليا ليل. شي حاجه لا تسلق، كاين بعض الحوايج اللي تقدري تسلقيهم ليله قبل، كاين شي حوايج اللي تقدري تقرضيهم ليله قبل، كاين شي حوايج اللي تقدري ديريهم في الصباح مثلا انت عندك العراضه حتى للعشاء. انا نوض الصباح بكري غادي ندوز نقرض ونسلق ونجمع ما يعني وكل شيء تكون الكوزينه بحال هكا نقيه ما فيها لا ماء لا لافابو خاوي كل شيء هو هذاك على ما يرام. كما قلت لكم قد ما هذا الشيء في راسكم راه ماشي الطياب اللي كيشد الوقت. حط الطياب اش كديري؟ يا اما شي حاجه كتشرم ليها وكتخشيها في الفران ولا ترديها يطيب، يعني هذا هو الطياب نورمالمون هذا هو الطبق، ولكن كما نقولوا الخلفيات ولا الكواليس تحضر الطبق هو اللي في المشكل. تاع ديك شنو خاصو يتسلق، شنو اللي خاصو يتفسخ، شنو اللي خاصو يتقلى، شنو اللي خاصو يتقرض، وهذاك الروينه تاع الخضره وهذا هذاك الشيء هو اللي كيخلع. المهم انتم انا كنسهلها على راسي بحال مثلا انايا مثلا غادي نوجد سلطه ان شاء الله غادي تكون سلطه كما قلت لكم من داك الشيء الرفيع بلا مساتي الخاصه ما دايراش ان شاء الله. فدست يا لالا فقت لي بكري قرت لي كل شيء الخضيره كامله داكشي اللي يتسلق سلقته وداكشي اللي يتقرض قرضته. المهم كل شيء عندي واجد هنايا عاوتاني في هذا الطبق هذا كل شيء عندي موجد. ها نتوما دزت هذا كل شيء قرضته باش كتبقى ديك الماكله فريش، يعني فاش كتبغي طيبيها كتكون قاده. ها نتوما الخضيره مقرضه المعدنوس كل شيء البصله لانها قرضتها حتى هي هكا مسبقا كندوز كندرتها هنايا في هذا الساشي هذه باش ما تطلقش لي الريحه في داكشي الاخر. الخص درتو حتى هو قرضتو كلشي داكشي اللي خاصو يتحك حكيتو
اللي يتسلق كلشي قديتو هنا غادي نصايب واحد ان شاء الله واحد الطبق حتى هو غادي يكون واعر حتى هو قديت ليه مسائلو اللي قررتو اللي المهم اي حاجه يعني كما قلت لكم اللي غادي ديرونجيني كنحيدها نديرهم ساشيات نخشيهم في الثلاجه ملي كنبغي مثلا عندي العشاء غادي نوتال ديك الوحده ولا جوج كنبدا نقاد في مسائلي. الا عندك الغدا الغدا هو اللي مثلا بزاف الحوايج مثل هذا الشيء تقدري ديريه ليله قبل باش كتنوضي الصباح هذوك الماء اللي كيترونوا عليك في لافابو راهم هذوك راه ما تخيلوش شحال كيلعبوا لك على موراي قلت لي ناري يدخلوا لديك الكوزينه شوف كي دايره لحالك. هنايا جبتكم عندي دورتكم عندي باش تشوفوا واحد الصوره مقربه للتحضيرات كما كتشوفوا كل طبيسين فيه القوام ديالو عارفه هاد الشلاضه هادي شنو هي عارفه الطبق هذا شنو هو يعني طريقه مدقه ومازال انا ما تنساوش راه باش تكوني كتحضري العراضه وكتصوري وقلبي الكاميرا وجيبي الكاميرا يعني هادي راه ديجا راه صعيبه مي الحمد لله يعني كما كنقولوا مع الوقت مع التجربه وهذا وهذا صافي كتولي كتمشي بطريقه سهله طق 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 كيجيو فيني يوصلوا الضياف كتلقاي راسك بخرتي الدار وجمعتي المواعن وكلشي هو هذا مي مساله تنظيم الوقت فقط. ومثلا عاوتاني الا كنتو غادي ديروا دجاج اللحم الحوت هادو بثلاثه بهم البنات راه كتقدروا تشرملوهم ليله قبل نتوما يعني احسن حاجه هي تشرملوهم ليله قبل كيجيو مشربين كيجيو مبنين ولا غد لي غير كتنوضي كتخرجيهم من الثلاجه ديري في الطنجره ولا ديري في الفران وهانتي ساليتي كيبقاو لك غير المرافقات شليضات المقبلات بحال زعلوك تكتوكه اي حاجه هكا مشرمله هذوك حتى هما كتقدري توجديهم على تيسع على غد لي غير كتجبدي وتسخني. ان شاء الله غادي نبدا في التصوير بقى لي نحك اخر حاجه تقريبا بقى لي هاد الطون هذا نحلو باش غادي نبدا ان شاء الله في التصوير. وكما قلت لكم هاد الوصفات هادو بالضبط غادي نحاول نديرهم لكم فيديو ربما الفيديو الجاي ان شاء الله باش يبقاو لكم كمرجع حيت فني كيدخلوا هكا في فيديوهات بحال هاد النوع هذا كتخلطوا لكم كداو انت صار فين حطيتي داك الشلاضه انت صار فين درتي داك الطاجين المهم هكا سورتو بحال هكا وصفات اللي ينفعوكم مع ضيافكم ان شاء الله غادي يكونوا فيديو سيباري. المهم هذا حلفت مصبعي كطير. وعدت معكم بعد تقريبا ثلاثة سوايع ونص ولا ربما أربعة سونز راهي البنات ما كديري لها لا ها قبل الكاميرا والمواعن داكشي الحمد لله كملت الاطباق كملت الصور ديالهم ان شاء الله غادي ينزلوا فيديو كما قلت لكم سيباري باش يسهل عليكم ترجعوا ليهم. وغسلت المواعن اللي كبير غسلته ومسحته وخشيته في بلاصتو والمواعن الصغار داكشي زليفه داكشي كلشي عمرت لافيسيل مسحت الكونطوار المهم كما تشوفوا ها نتوما طيبت كلشي والكوزينه نقيه هنايا داكشي الماء مناضه المعالق داكشي كلشي حطيتهم هنا بوحدهم الطبلاقه هديتها حتى هي بوحدها بكويساتها وداك الشيء. المهم كما قلت لكم كان خاصني ضروري نخرج دابا طلعنا لموريال متخيل معكم عندك العراضه ومازال خارجه الدوري ولكن ماشي خارجه ندور هكاك لان كما قلت لكم ان شاء الله الكاطو ان هاد العراضه هادي غادي ندخل فيها الكاطو ديال لانيفيرسير ديالي اللي داز وما احتفلتش به فقلت عراضه عراضه وغادي يكونوا الحباب مجموعين فهادي فرصه زوينه نحتفل بعيد ميلادي حتى هو علاش لا والرواج ولادي راه شحال هادي مصدعيني ماما داز العيد ميلاد ما درتيش معاهم حتى هما عزيز عليك كيقول لك الحلوه فين يا ماما الحلوه ربما مش عيد ميلاد المهم هو خاص هذيك الحلوه تحضر. المهم دابا طالعه لعند باتيسري اللي زعما فرحانه 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 لهذا المشروع ديال السيدات اللي داروا هنا في موريال واللي هو ديليس داتلاس تبارك الله الله يكمل عليهم اللي كنت حضرت ليه افتتاح واللي هو دائما اللي كنجيبوا منه الملاح البنات بمناسبه كيسولوني مثلا ابراهيم بعض المرات كيمشي يجيب الفطور على البساطال وداكشي كامل راه من عندهم تبارك الله عندهم داك الشيء بحال اللي مصايباه بيدك ان شاء الله دابا غادي نكوموندي عليهم الكاطو المهم غادي تمشيو معايا ان شاء الله ونضربوا دويره تما انتما جيت البنات شوفوا ليا جيت معشي واحد شوفوا تبارك الله ما شاء الله العيالات الله يعطيهم صحيحتهم الاشكال والانواع شوفوا هذا تبارك الله يم 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 هذا بالكريم باتيسيير والزبيب البيني هذاك البيني فكرني في ديال البحر بيني واعر هنايا شناك كما تشوفوا تبارك الله كل شناكه شناكه والله العظيم الى المغرب وصل عندنا شوفوا البيني هذا فكرني خاصو الكونفيتور عرفتي داك اللي كيدوروا في البحر هي الصوينيه ديال الفوري معمر باللوز كما تشوفوا تبارك الله عليهم كانوا كيصولوني بزاف على البساطل اللي كيجيب ابراهيم لينا ها انتم ها هما البساطل البساطل ديال الحوت كما تشوفوا هادو بساطل ديال الدجاج واعرين البنات على ضمانتي سورتو هادو الحوت راه شي حاجه واعره سو كيجي فيهم واحد التنسيمه خطيره خطيره شوفوا لي الطبيقات البلديين تبارك الله هذا المسمن يلا طيبوه جيت مع نيشان هذا المسمن بالخضره والشحمه هادو الحريشات بالبلبولات الشعير والزيتون تبارك الله غزالين
وهادو حريشات العاديين، كاينين الحريشات اللي كيعمروهم بالفرماج والزعتر. المهم يعني تبارك الله، حتى هكا البنات اللي بغاو شي حاجه اون افونس كتقدروا تعيطوا عليها، تعيطوا ليهم ويوجدوها لكم، يعني على حسب اشنو بغيتوا نتوما. ها هي الحليوه اللي جيت على قبلها كومونديتها ليهم، ها هي جات واعره. المهم داروا لي فرامبواز، تمشيو ان شاء الله للدار ونحلوها. وكناخذوا يا اختي الكوموند باش نلقاو غدا عاوتاني ان شاء الله باش نفطروا. المهم خديت شويه مخلط ما بين الفوري الحريشات الشناك، تبارك الله داكشي غزال. المهم قضينا الغراض الحمد لله. انا بعدا فاش كندخل عند السيدات الباتيسري ما كنخرجش، ما كنقدرش نخرج مازال، المغريات كثيره. شوف ابراهيم كي كيدير. المهم ابراهيم بعدا كنتسنى شعال ونتسنى ناري عواتي بدا، بديت كنتسنى نتسنى. المهم راه بقيت كنتسنى على ود الفقاصه ابراهيم ديالك، ربع ساعه ديالك الفقاصه باش تشرب القهوه. عيطت في التليفون تيصاوب شوفي يا اختي، بقيت كنتسنى لي معوك يا عزيز علي الفقاص وكعب غزال، بقيت مساكن كيقادو لي في الكارطونه. هو دابا ولينا كنسمعوا على النقير، الكارطونه عادي تخبر غنوصل للدار عادي دير فيس. علاش حتى ديك الكارطونه ما مشاتش تغبرات؟ ابراهيم غادي لافش غادي ياكلها بوحده. الناس كيقول لك هاد فلان هاد البركه هادي ديال الفلان الفلاني، انت صار كتقولي هاك جوج حليوات كتحطهم لك في هذاك الطبسه الصغير ورا، عرفتيه باش كيبان لك هو راه عامر ورا ما فيه والو راه فيها جوج حلوات وصافي، كتبان لك هذاك الكارطونه كتغبر من جهه حتى العيد الصغير. العيد الصغير ولا قال لك طلعت صغير. وحنا كل سيمانه خطيبات عندهم الباتيسري، ولكن صراحه ابراهيم اللي مسكين زعما كيتفوبر علينا كل تقريبا السبت كيطلع عندهم باش كيجيب لنا الفطور من عندهم. كما شفتوا الحريشات الفوري صراحه عندهم داك الشيء واعر، وتبارك الله ما شاء الله كيخدموا بالنيه. يعني كما كتدخلي كتحسي براسك داك الشيء فهمتي بحال ديال الدار، الابداع من جميع النواحي. الله يسهل عليهم وان شاء الله. البنات راه كيسولوني ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم لادريس ديالهم، هما راه كاينين في مونريال في بولفار فيو. ياك بولفار فيو هذاك ابراهيم ياك سميتو؟ ما نعرف انت ما كتمشي عندهم بزاف. لادريس ديالهم ساهله كاع. صافي غادي نخلي لكم ان شاء الله التليفون تا هو ديالهم. ودابا غادي ندوز ان شاء الله عند واحد السيده اخرى باش غادي نجيب من عندها كوموند ديال واحد الطبق مغربي ومن لا يعشقه، مرافق ديال جميع العراسات المغربيه. انا صراحه هذا الشيء كلشي جا على غفله، فما كانش يمكن لي نطيب كلشي. حيت السيده تبارك الله تاهي عليها عندها ما تقول في الطياب المغربي. غادي نمشي نجيب واحد سميتو، يلا نطلقوا راه ضياف راه علينا يوصلوا ان شاء الله. المهم يلا بالي غادي ندخل انا وياهم قد قد. وصلنا للدار مع وصلنا مع لاله نعيمه والسي سعيد نيشان. والله الا نور لاله نعيمه منورانا الله يعطيك الخير. شكرا بزاف جيتي والله العظيم الا فرحت فرحت والله العظيم. الله يعطيها الخير مسكينه سالات الخدمه وجات نيشان. ربي يحفظك مسكينه الله يفكها على خير يا ربي. مازال جي ان شاء الله الصديقات العزيزات وداك الشيء. ربي يحفظك الله يحفظك ويحفظكم ليا الناس العزاز راه الله الا زرتنا البركه جينا نيشان معاها. المهم الحليوه وداك الشيء ديال اللي كومونديت. هو دابا خاصني ندوز يلا نخشي داك الشيء اللي في الثلاجه ندوز نبدا نقاد. دابا الحمد لله دابا خرجت، بعدا خرجت خليت الدار مجموعه نقيه. المهم خليت ربي يحفظك ربي. المهم هذه حليوتي غادي ندوز دابا نديرها في الثلاجه باش تبقى بارده. شتي بحال درتها بنكهه الفرامبواز. السيدات غزالات هانتوما يا اختي يا اختي يا اختي اش عندهم الحلوه شي حال فنه. هذا باتيسري ديليس داتلاس، ها هو البنات واعر لي ديليس داتلاس خطير. عندهم داكشي واعر شتي داكشي كيداير. شو الحلوه كيداير فنه. وعندهم داكشي صراحه واعر. هو الفقاص اللي عطلني هو ابراهيم في الاخر كمل علينا بالنقير. لي ديليس داتلاس من اوعر لي باتيسري اللي كاين. نعطيها لك. خذي زوين صراحه عندهم داكشي واعر. لا باغ دو انتصار. ها انتم الشيبه المغربيه، ها انتم البنات اللي كيسولوني عليها. ها هي هذه هي الكرتونه الشيبه. زوينه. وهنايا يا لاله الحريشات، هذو كما قلت لكم الفطور ان شاء الله الحريشات البلبوله وداك الشيء. تبارك الله ما شاء الله عندهم داك الشيء والاروع. الله يعطيهم صحيحتهم مساكن. يعني دخلت عندهم لداخل عندهم داك الشيء واعر زعما التماره كيضربوا التماره زعما هذا يعني هذا المشروع راه ماشي ساهل. وهنايا عند الاخت كوثر الله يعطيها صحيحتها، حتى هي تبارك الله مبدعه حتى هي في الطياب المغربي. حتى هي تبارك الله عليها عندها داكشي غزال. غادي هادو غادي نخليهم يتسخنوا ندخلهم في الران.
ندخل نحيدو البلاستيك وندخلو من الفران ان شاء الله. هنايا ها هو لي كومونديت مع عند اختي كوثر الله يعطيها صحيح حتى المهم كما تشوفوا داكشي رائع. هانتوما دايره لك حتى داكشي اللوز بوحدو شي الدجاجات محمرين. حتى الا بغيتي تبريزونطي لك داكشي قبل ما زعما ديه هكا كبريزونطي في الطباسيل كتقدر ديرها معاك. والله الله 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 الريحه شي كخرجات الريحه واعره مدغمره وداكشي بزويتينات وداكشي امين. الله يعطي الصحه كاع العيالات زعما اللي كيخدموا على راسهم تبارك الله عليهم. ايوا دابا يا لاله قبل ما يوصلوا ضيوفي الاخرين غادي نهبط هاد الدخشي داك الدجاج تبارك الله فران. المهم غادي نحاول نخلي لكم الكونتاكت ديال كوثر الله يعطيها صحيح حتى هو يعاونها حتى هي كدير تريتور هي وراجلها يعني كيديروا سميتو اللي بغيتو اي حاجه في الطياب المغربي لي سالاد غويال اي حاجه بغيتوها في الطياب المغربي كيديروها يعني كيديروا بجوجهم تريتور. وانا اختي ندوز نبدل عليا وبهذا يا جميلات الفيديو كنظن يجي طويل المهم باش عاوتاني ما يجيش الملل فيه بزاف غادي نحبس هنايا ونتمنى ان شاء الله يا ربي تكون دوزتوا معايا واحد نص نهار خفيف ظريف. وخا انايا كان عندي شويه مستريسي مشارجي منين فقت وانا طير 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 من هنا مي الحمد لله منين كتجمعوا مع الحباب وتشدوا كيما نقولوا تشدوا داك النشاط والضحك والتعاويد كتنساي كاع داكشي اللي داز. والحمد لله موريال عاوتاني اش غادي نقول لكم فاش تحولت لموريال واحد التغيير كبير حصل يعني في حياتي هنايا في كندا انك تحسي براسك رجل في كندا وشويه ديالها كاينه في المغرب تبارك الله. كتمشي كاينين مشاريع ديال الناس مغاربه بحال الباتيسري اللي قلت لكم تبارك الله كاين سيدات بحال السيده كوثر هي تريتور كاين يعني اللي احتاجيتي هكا شي حاجه مغربيه غادي تلقايها غتلقاي اللي يعاونك غادي تلقاي اللي بغيتي تكوموندي شي حاجه زعما بزاف الحوايج اللي ديسپونبل هنايا اللي ما كنتش تلقاهم مره في لونطاريو خاتقلبي عليهم الدواء. المهم يلا نخليكم هنا ما نطولش عليكم الهضره يلا ندوز نوجد راسي نشوف راسي شنو نلبس وهذا وهذا وتهلاو في راسكم وبوسه كبيره لكم كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو الجاي ان شاء الله تشوفوا الاجواء كيفاش غادي تدوز ديال هاد العراضه هذه اللي داخلين فيها عيد ميلادي تاهو.